للحديث أكثر عن توجيه قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن صيام شهر رمضان في ظل وباء كورونا. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين السيد عمار العودة. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم حياكم الله. سيد عمار، لو تحدثنا عن تفاصيل التوجيه الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المسلمون في العالم نظرا لتفشي فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية شكرا لكم على هذا الاهتمام البالغ في بشؤون المسلمين وخصوصا في العراق. هذا التوجيه توجيه شرعي بشأن فيروس كورونا المستجد وعلاقته بأحكام صيام شهر رمضان صدر لسبب أو لأسباب، وهي إرجاف بعض الناس من الجهلة أو ممن يدعون أنهم علماء أو طلبة علم أن الصيام يؤثر على في فيروس كورونا، يؤثر في الإصابات. هذا الأمر لا دليل عليه، لا شرعي ولا طبي، بل أن أكثر دور الإفتاء في العالم اجتمعت مع أطباء، وهذا أيضا ما فعله قسم الفتوى في الهيئة. اجتمعنا مع أطباء وسألناهم عن تأثير الصيام على الإصابة بفيروس كورونا. طبعا المعروف لدى كل مسلم أن المريض معذور في الإفطار، ولكن الغير مريض ويخاف أن يصاب هذا الأمر لا يوجد، وهذا إرجاف لم يثبت لا طبيا ولا شرعيا أن الصيام يؤثر بالإصابة أو يؤثر على الإصابة أو يؤثر على المسلم الذي يصوم، بل بالعكس هناك دراسات، الدراسات غير موثقة لا نأخذ بها، ولكن تذكر لتأييد ما نقول، وهي أنه الصيام لأكثر من 14 ساعة، الصيام الذي يسمى بالمتقطع هو صيام صحي ينجي البدن من السموم وينفع البدن. إذا الصيام، إذا ذهبنا إلى الأطباء وسألناهم ربما يقولون الصيام فيه فائدة أكثر من الإفطار، ولكن الذي يصاب عند ذاك يصبح هو مريض، والله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر بالصيام ثم استثنى وقال ومن كان مريضا أو على سفر، فاستثنى سبحانه وتعالى المريض. فالمريض لا أحد يقول له صم، وإنما إن كان مريضا وصام وهو يعلم أنه سيؤذيه الصوم هو آثم بهذه الحالة، ومن يفتي له بالصوم ويعلم أنه يتأذى بصومه فهو آثم. ولكن الكلام عن الاحتياط في أنه نحتاط أننا نفطر لا نصوم ربما نصاب بكورونا أو ربما يؤثر علينا، بل بالعكس الذي نراه أنه إن شك الإنسان في نفسه كورونا بدل أن يذهب ويظن أن الصيام يؤثر عليه، بدل أن يذهب إلى المستشفيات ليجري التحاليل ليصم ثم سيظهر إن كان لديه هذا المرض، نسأل الله العافية للجميع، إن كان لديه هذا المرض سيذهب إلى الأطباء وينقذ نفسه، وإن لم يكن به مرض فهو أجرى فحص لنفسه، فحص مجاني، فحص بدون أن يذهب إلى المستشفيات. وكما تعلمون المستشفيات في العراق لا تصلح لهذا الجانب، بل هي مركز، هي بؤر للوباء الآن أصبحت. أستاذ عمار، نبقى في هذه النقطة التي ذكرتموها بشأن الأطباء. كنتم قد أشرتم في هذه التوجيه الذي نشرتموه على ضرورة اللجوء إلى أطباء أكفاء لتقييم الحالات المرضية لأن تؤدي هذه الفريضة، فريضة صيام شهر رمضان. لو نتحدث عن هذا الانسجام بين الجانب الديني والجانب العلمي أيضا باعتباركم وجهتم بضرورة التوجه للأطباء. نعم، التوجه للأطباء في مسائل الصيام، وهذا معروف قبل كورونا وغيرها، الأمراض كلها في الصيام خصوصا وفي غيرها من العبادات يلجأ بها إلى الطبيب المسلم الحاذق المختص صاحب التقوى، بشرط أن يكون يتقي الله سبحانه وتعالى عندما يقول للمريض أفطر، فهو يعلم علما يقينيا كطبيب أن يضر به إنصام، فيلجأ إلى الطبيب المفتي في هذه القضايا، في المرض، في الصيام وغيره. المفتي هو الطبيب في هذه الحالة، لأن المفتي يعلم الأمور الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعلم الأمراض التي تكون في جسم الإنسان،
وما هو الأثر التي تؤديه إلى الضرر بالإنسان. ومن ضروريات الشريعة هي حفظ النفس، ومن الأمور العامة في الشريعة التي أكدت عليها الشريعة أنها لا ضرر ولا ضرار، فلا يمكن للإنسان أن يضر نفسه. فمن الذي يستطيع أن يقول للمسلم هذا يضرك وهذا لا يضرك صحيا؟ أقصد هو الطبيب، فالطبيب هو المفتي بهذه الحالات، وكل الإفتاء في العالم يقول أن في حالات المرض المفتي هو الطبيب المسلم الصادق التقي الحاذق بتخصصه، هو الذي يحدد، هو المفتي هنا، هو المفتي، هو الذي يفتي بأن هذا يجوز لك أن يصح لك أن تصوم، تستطيع الصيام أو لا تستطيع الصيام. وهو بذلك لما نقول المسلم التقي الحاذق، لأنه الطبيب المسلم صاحب التقوى يعلم أنه هنا أصبح مفتيا، والمفتي عندما يفتي بفتوى فهو يفتي بدلا من الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول ابن القيم ألف كتاب أسماء إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي المفتي عندما يفتي فتوى ويوقع في نهاية الفتوى توقيعه، كأن هذا التوقيع يقول أنا أوقع نيابة عن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر جائز. فالطبيب المسلم التقي عندما يقول يا فلان أفطر، فهو يقول له حكم الله سبحانه وتعالى فيك أن تفطر. أستاذ نعم. عمار، ما هي النصائح التي يمكن توجيهها للمسلمين عشية شهر رمضان وفي ظل هذا الوباء الذي يهدد الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين؟ تمام، جزاكم الله خيرا. النصائح هي الالتزام بتعليمات الأطباء، من الالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة المنازل وتوجيه الأولاد والأطفال والعائلة، بما أنه الآن نحن في حجر في المنازل. ثم بدل أن نقول أفطر، نقول نعلم أطفالنا فرصة لا يستطيع الخروج، لا الذهاب للعب، لا الخروج إلى المدارس، فهي فرصة لتعليمهم وتوطينهم على الصيام، وفرصة لتعليمهم قراءة القرآن، وفرصة بما أنه لم نستطيع الذهاب أيضا إلى صلاة التراويح في المساجد، واعترض كثير من الناس. المساجد المسلم عندما يسجد يكون ملامس مباشرة سجادة الصلاة، سجادة فراش المسجد لنقل. فعند إذا كان واحد في المسجد مصاب بفيروس كورونا، فإنه سيصبح مباشرة ملاصق أنفه إلى سجادة المسجد، ثم ينهض ويذهب وينتقل في المسجد في السنن والفرائض في صلاة الظهر والعصر، فينتشر، تصبح سجادة المسجد أو فراش المسجد عبارة عن بؤرة للفيروس. لذلك منع الفقهاء الصلاة الآن في المساجد. فعندما نصلي في البيوت، عند ذاك سيصبح الأب ومسؤول الأسرة هو الإمام في صلاة التراويح. تتعلم المرأة، تتعلم البنت، يتعلم الولد، يتعلم الطفل، سيتعلم صلاة التراويح، يتعلم عدد الركعات وكيفية الصلاة وقراءة القرآن، سيتعلم السنن وهكذا. إذن هذه فرصة لنجعل البيت مدرسة للأولاد ليتعلموا فيها كيف نصلي التراويح وكيف نقرأ القرآن، القراءة الصحيحة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحثهم على الخير والتعليم في هذا الشهر المبارك. فهي فرصة لكل رب عائلة أن يجعل هذه الفرصة يصلي بعائلته في البيت، يتعلم منه قراءة القرآن، وله أن يفتح المصحف ويصلي بهم ويعلمهم. شكرا جزيلا لكم أستاذ عمار عودة، عضو قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين. نشكرك على كل هذه النصائح والإيجابية للمسلمين. كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.